وبكرر تاني ان احنا لا يوجد عندنا شيء على مستوى الدولة نخشى منه او نخجل منه. احنا زي ما انا قلت احنا اعلنا كتير على يعني كثير من الحالات، يعني يمكن الاصعب بكتير، فما عندناش اي مشكلة ان احنا لو لقينا، لكن احنا بننتهج منهج علمي الحقيقة. وبالتالي المنهج العلمي بيقول ان الفحص الظاهري للعينات الاسهال يؤكد وجود عدوى بكتيرية قولونية اللي احنا بنسميها إيكولاي او البكتيريا الشرائكية. هذه البكتيريا هي موجودة في اي شيء ممكن يبقى فيه تلوث، المية لو ملوثة بتنقل اليها، الاكل لو بيغسل بمياه ملوثة ممكن تنقل للحاضن، وفي الحالة دي هو الانسان. وده اللي احنا طلعته المعامل المركزية في القاهرة من نتائج لتحاليل العينات اللي أخذت من العينات الإسهال أو عينات القيء أو العينات اللي جاية من المرضى المصابين، ومع طبعا اختلاف سلالات الإيكولاي أو البكتيريا اللي هي الأشركية بيختلف حدة المرضى، بمعنى أن في الطبيعي أنها تكون حالات إسهال وقيء وارتفاع في درجة الحرارة وغثيان بسيطة، ولكن في بعض السلالات المتحورة، وطبعا دلوقتي بقى الكلام على المتحورات سهل لأن احنا مرينا بمتحورات كورونا، وكما يحدث في الفيروسات يحدث في الميكروبات، وبالتالي اللي أخذ وقت برضو ده رد تاني انتوا سبتونا 6 أيام أو 7 أيام ليه؟ لأن احنا بنعمل تسلسل جيني للسلالات وبنعمل مزرعة للعينات حتى يمكن أن نخرج إلى حضراتكم بمعلومة علمية موثقة على عن سبب هذه البكتيريا التي يمكن أن تسبب الأعراض اللي احنا شفناها. مرة تانية هذه المجموعة من الميكروبات تنقل عن طريق الماء الملوث بالبراز أو الطعام الملوث بالماء الذي يحتوي على أيضا الميكروب، وهي مجموعة من البكتيريا السلبية اللي بتسبب عدوى في الجهاز الهضمي والمسالك البولية، وزي ما قلت في بعض الأنواع وبعض السلالات بتسبب مرضى شديدة، وخصوصا اللي عنده أمراض مزمنة أو اللي عنده استعداد للمرض نتيجة ضعف من المناعة، وتؤدي إلى تقلصات شديدة في المعدة وإسهال وقيء، وتنتقل عن طريق تناول مياه ملوثة زي ما احنا قلنا أو أطعمة ملوثة. الأعراض بتاخد لها ممكن من يوم إلى 5 أو 6 أيام، ويمكن في الفترة دي طبعا أن يكون هناك نقل العدوى، علشان كده النصح بالغسل اليدين وبالماء والصابون والنظافة الشخصية والوعي شيء مهم جدا. أمال ليه حالات بتصل إلى مرحلة أنها تخش الرعايات؟ طبعا فقدان السوائل والأملاح في الجسم لفترة طويلة بيؤدي إلى جفاف، والجفاف له أضرار ممكن تؤثر على الأعضاء الحيوية في الجسم وبما فيها الكلى. الحمد لله زي ما أنا قلت إحنا بقالنا 48 ساعة ما بيجيلناش حالات من 16 17 18 حالة اللي بيترددوا علينا إلا حالات بسيطة. ليه؟ للناس خلاص عندها وعي إنها إذا في أي زيادة في معدلات الإسهال والقيء بتلجأ إلى أقرب نقطة سواء العيادات المتنقلة أو المستشفيات أو الوحدات الصحية، بتتلقى العلاج البسيط زي ما قلنا اللي هو محلول معالجة الجفاف لتعويض الأملاح والمعادن في هذا الموضوع. يعني أنا مش عايز أقول أكتر من كده في هذا الموضوع، عرفنا نوع الميكروب المسبب في هذه الحالات، بنتعامل مع الحالات بنجاح شديد جدا وبسيطرة كاملة وما عندناش زيادة. أتصور إن في خلال أسبوع من النهاردة الحالات دي هتبقى تقريبا غير موجودة مع انتهاء فترة الحضانة. بنشتغل مشينا وراء الأسباب التي أدت إلى هذا الموضوع من خلال مجرى المياه بالكامل والأطعمة، وقدرنا نصل إلى شيء نستطيع أن احنا نبني عليه. بدأنا بالفعل في العمل خلال آخر 3 أيام لتحسين موضوع خلط المياه بالصرف في هذه المنازل تحديدا. تأكيد علمي أن ما شاهدناه وما رأيناه سواء موجود تم عزله من المياه الموجودة في المنازل دي أو تم عزله من عينات المرضى، ده بيتم التطابق بنواحي علمية بحثية متميزة جدا. كان لابد من الانتظار 7-8 أيام علشان نقدر نصل إلى النتائج اللي نبقى مسؤولين عن إتاحتها وعن إن احنا نطلعها للمجتمع المصري. أطمن حضراتكم الموضوع ما فيهوش أي شيء في الوقت الحالي يدعو إلى القلق،
في انتظار الانتهاء من هذه الحالات في خلال 7 أيام إن شاء الله من النهاردة وتنتهي هذه الحالات. أشكركم على حسن تعاونكم، وأشكر أهالي محافظة أسوان الحقيقة اللي أنا اتكلمت معهم شخص شخص، قالوا لي إحنا ما عندناش أي حاجة، وإحنا يعني الموضوع ده بيحصل بشكل يومي، إحنا فقط ما تم تناوله كان أكتر بكتير من الحقيقة. وبشكر معالي المحافظ على الاستضافة الكريمة، ومعالي الوزير على وجوده معنا النهاردة. أشكركم شكرا جزيلا. شكرا.